أنا أتمنى إن كل مشاهد يفتح معانا فعلا سفر دانيال أصحاح 2 علشان يتابع، لأن ده واحد من الأحلام المهمة جدا، وتفسيرها بيقدم لينا التاريخ، جزء كبير من التاريخ. لو بصينا مع بعض، وأنا أتمنى إن كل مشاهد يتابع معانا، لما شاف نبوخذ نصر الحلم التمثال البهي انزعج جدا، وزي ما حضرتك قريتي ان التمثال مكون من 4 معادن، وبيقول ان الرأس من ذهب، لكن الصدر والايدين من فضة، والبطن والفخذين من نحاس، وبعدين الساقان من حديد. دول يشيروا لايه؟ والقدمين من حديد وخزف. هو شرحهم بعد كده، يعني دانيال شرح. فبص معايا، دول بيشيروا. لا، هو شرح بس ما وضحش بالظبط ايه معنى الرؤية دي. صدقيني اللي يبص في تفسيرها يقدر يستنتج تماما. اللي يبص في التفسير اللي فسره دانيال بالظبط بيتكلم عن 4 ممالك تتتابع معا، وبعدين هنقول ايه اللي هيحصل بعد كده. فلو بصيت معايا هتلاقي في آية 37 و38 هنلاقي بيتكلم على أول مملكة أو إمبراطورية، المملكة البابلية. بص معايا كده في آية 37، يقول له: أنت أيها الملك ملك ملوك، لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا، وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعا. شايف يقول له ايه؟ فانت هذا الراس من ذهب. اللي هي انهي مملكه بقى؟ هنا لما يقول له ايه؟ فانت اللي هي المملكه البابليه. هنا المملكه نبوخذ نصر كان ملك ايه؟ بابل، المملكه البابليه. اذا هنا بيتكلم على اول مملكه، بيقول له انت نبوخذ نصر، انت تمثل اللي هي المملكه البابليه، تمثل الراس اللي من ذهب. والمملكة البابلية دي بالظبط استمرت أو بدأت من سنة 626 قبل الميلاد إلى 539. أنا عشان مشاهد يبقى متابع معانا بالتفصيل. وبعدين لو بصينا بعد كده في الآية اللي بعديها على طول 39، شوف يقول لي: وبعدك تقوم مملكة أخرى. بعدك إيه المملكة اللي جت مباشرة بعد المملكة البابلية؟ بس أكمل أصغر منك. إيه المملكة اللي جت بعد البابلية واللي أصغر منها اللي بعديها مباشرة؟ مملكة مادي وفارس. مادي وفارس. ودي بالظبط من 539 إلى 336 قبل الميلاد. واللي أكد ده أكتر، بص معايا في دانيال 5. دانيال 5 آخر آية، الملك بيلاشاصر آخر ملوك المملكة البابلية، لما صنع وليمة دعا عظماءه الألف وجاب آنية بيت الرب وحط فيها خمرة وبدأوا يسكروا ويستهينوا بالله، ظهرت يد على بالظبط وتكتب على مكلس حائط الملك، وبتكتب ايه؟ منى تقيل وفرسين. بص كده في دانيال 5، ده كان آخر يوم في تاريخ المملكة البابلية. بص الآية 28، اقري كده من فضلك آية 28 يا ميرفت. فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. تمام، شايفة هنا بيأكد إن المملكة اللي جت بعد المملكة البابلية هي مملكة مادي وفارس. دي حاجة. نيجي للمملكة الثالثة، لو رجعنا تاني لسفر دانيال أصحاح 2 علشان نرجع للحلم بتاعنا وتفسيره. لو بصينا في دانيال 2 وبعدين آية 39 لما يقول له: بعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك، قلنا اللي هي مادي وفارس، يقول: ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض. إيه المملكة الثالثة اللي جت بعد مادي وفارس؟ اليونانية جت بالظبط من سنة 331 إلى 323 قبل الميلاد، بالظبط كده. واللي يأكد ده أكتر في رؤية تانية في سفر دانيال أصحاح 8 آية 20 و21،
رؤية مشابهة تماما. اقري لنا دانيال 8. أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس. تمام، دي المملكة الثانية. أيوة، والتيس العافي ملك اليونان. تمام. والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول. شايف التيس العافي ملك اليونان، فدي المملكة الثالثة.